السلام عليكم وأهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نكرسه للحديث في الميثاق الوطني العراقي الذي طرحته مجموعة من القوى الوطنية للخروج بالعراق من أزماته. للاطلاع على هذا الميثاق نلتقي بالناشط السياسي وعضو اللجنة التأسيسية للميثاق الأستاذ مكي النزال. مرحبا بك أستاذ مكي ضيفا على هذا اللقاء وعلى الرافدين. مرحبا بكم وبالرافدين، حياكم الله. حياك الله أستاذ مكي. مجموعة من القوى الوطنية طرحت الميثاق الوطني العراقي للخروج بالعراق من أزماته، يعني قبل سنوات. بودي أن يعني نطلع نحن والجمهور معنا على يعني هذا الميثاق، كيف انبثقت الفكرة، ما هي بنود هذا الميثاق، إذا كان أيضا بالمستطاع أن تطرح أيضا يعني أسماء القوى الوطنية التي شاركت أو ساهمت في إنتاج أو طرح هذا الميثاق. حقيقة كان هناك أكثر من ميثاق، وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها ميثاق وطني عراقي. يعني منذ الاحتلال بدأت القوى الوطنية تحاول تجميع قواها في تيار واحد، وكتبت مواثيق لكن لم يكتب لها النجاح لأسباب معروفة، يعني ضغط الاحتلال، تنصل البعض، يعني استقلالية البعض ربما أيضا. وفي الآونة الأخيرة استغلنا على موضوع الميثاق، يعني نحن مجموعة من الكيانات، وهيئة علماء المسلمين مشكورة وفرت الدعم اللوجستي وهي عضو مؤسس وفاعل في الميثاق أيضا، واستمرنا بالعمل على هذا الأساس يعني لمدة أكثر من سنتين الحقيقة، ونحن نشتغل على صياغة الميثاق. هذه القوى المذكورة في ذيل الميثاق يعني تتعدد في المشارب والمذاهب، يجمعنا اسم العراق. أردنا نواة لمشروع وطني، طبعا هو ليس نهائيا قابل للتعديل، ليس منزلا، قابل للنقاش، وفعلا نوقش وأوسع نقاشا قبل صدوره وبعد صدوره. نعم. هو أول، يعني هل هو أول، ما تاريخ هذا المسمى؟ هل هو أول ميثاق طرح لهذا الخصوص؟ هو نعم. هو كثير من المواثيق، يعني الآن إذا تكتب على الجوجل الميثاق نعم. الوطني يظهر لك أكثر من ميثاق، وكلها جهود طيبة مشابهة في الغرض، نعم، مختلفة في بعض التفاصيل ومختلفة بالأسماء. يعني هو كيف تقول دستور، نعم، عمل، وليس دستورا للعراق وإنما دستور عمل ومحدد وإطار للمسمى الوطني. نعم. يعني ماذا نريد؟ هناك بعض التفاصيل في الزراعة، في الصناعة، في الكذا. الحقيقة الأهم فيها في هذا الميثاق هو أن تكون الجهة المنضوية تحت لوائه وطنية بالمعنى الصحيح. يعني نعم. أنا حسب معلوماتي أستاذ مكي أن القوى التي اتفقت على هذا الميثاق وطرحت هذا الميثاق أنه يعني بحدود 10 قوى وطنية. هناك طبعا قوى أخرى في الساحة. القوى الأخرى كيف كان رد فعلها تجاه هذا الميثاق؟ الحقيقة كانوا بين مشارك من بعيد ومبارك. نعم. عموما يعني لا أحد يستطيع أن يعترض على شيء اسمه ميثاق عمل وطني يجمع العراقيين، لكن هناك ظروف لبعض القوى لا نريد الخوض فيها، هم أعرف يعني يسألونهم، انسحبوا من لجنة الميثاق، وحتى في التوقيع في اللحظات الأخيرة انسحب بعض التيارات لأسبابهم الخاصة، يعني ربما تواجهوا من القوى المؤسسة أم من القوى لا، هم لم يوقعوا على التأسيس. نعم. الذين وقعوا على التأسيس موجودون. نعم. يحصل أحجام، وهذه السياسة عملية متعبة الشرف. نعم.
يعني لأسباب بعضها غير محمود الحقيقة، لكن هو حر. نعم. يعني الذي أخرج نفسه من عباءة تجمع وطني، نعم، هو حر برأيه وقراره. وبعضهم تحت ظروف قاهرة، يعني كان يكون في الداخل ونعرف أنه معنا ولكن لا نستطيع أن نكتب اسمه. نعم. القوة التي انسحبت من هذا الميثاق، هل اتخذت مواقف مضادة أم أنها فقط وقفت موقف الحياد أو المتفرج؟ لا، الحقيقة أنا لم أسمع تصريحا لأحد. نعم. ضد الميثاق. يعني وهذا شيء يعني يشكر الجميع عليه. نعم. وبعض هذه القوى كما قلت لك قالوا نحن نبارك ولكن لا نستطيع، ولم نسألهم لماذا. نعم. هم أدرى بظروفهم. الاحتلال أستاذ مكي، الاحتلال الأمريكي الإيراني أو التخادم الأمريكي الإيراني في احتلال العراق والأحزاب الطائفية الفاسدة يعني أسست لنظام سياسي فاسد على أساس الاختلاف القومي والاختلاف الديني والاختلاف المذهبي. النظام السياسي الآن في العراق قائم على هذا الاختلاف وهذا التوزيع وهذه العناوين، وانعكس إلى حد ما على المجتمع. أنتم في هذا الميثاق متمسكون بوحدة العراق، على ماذا تراهنون؟ الحقيقة يعني توقيت هذا اللقاء، نعم، جاء بحسن حظي وحظنا نحن في الميثاق. نعم. يعني نحن راهنا على هذا العراقي في جنوب العراق وشماله ووسطه. نعم. قلنا أن يعني نحن لما كنا نتكلم في الوطنية أقر أننا كنا الصوت الذي يعتبرون العالم الصوت النشاز. نعم. يعني القوى الدولية والمحلية والإقليمية يقولون ماذا أنت ماذا تتكلم، لم يبقى عراق، فننتفض ونقول العراق موجود برغم أنف الجميع وسيعود العراق واحدا شاء من شاء وأبى من أبى. كنا نراهن على هؤلاء. نعم. الذين حملوا الأعلام وخرجوا إلى الساحات بصدور عارية واجهوا الرصاص. لا نقول أننا خلقنا هذه الحركة، ولكن كنا نقول يعني حتى المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد الله يرحمه قال ومسجلة الحمد لله هذه والرافدين رأيتها، قال سأقرأ عليكم جزءا من قصيدة تكتمل بعد الانتفاضة. نعم. المالكي الشاعر رحيم المالكي، نعم، أيضا رحمه الله، نعم، ختم قصيدته أيضا بانتفاضة، قال باكر بالانتفاضة نشق حلوق. نعم. عرفنا الباقنا ونعرف اليوم إذا. طيب إذا. نعم. هذا الخط الوطني الذي كان نشازا أصبح اليوم الخط الرئيسي في العراق. وصاحب الصوت العالي وصاحب الصوت المسموع، وأصبحت الرافدين التي كانوا يقولون عنها القناة النشاز. نعم. رقم واحد بفارق كبير عن القنوات الأخرى التي ينفق عليها المليارات. هذا كان رهاننا. أفهم من خلال هذا الطرح أنكم يعني مع هذه الثورة، الميثاق الوطني أو اللجنة المؤسسة أو القوة التي دعمت أو طرحت هذا الميثاق، أنها مع هذا الحراك، مع هذه الانتفاضة، هذه الثورة الجماهيرية، ثورة تشرين. هل أنتم مشاركون بهذه الثورة؟ يعني مشاركون بمعنى نعم، ولكن لسنا من الثوار في الساحة. نعم. يعني نحن مؤازرون ومساندون. نعم. يعني أنا شخصيا أتكلم عن نفسي، انتظرت ربما 20 دقيقة. نعم. ثم أعلنت موقفي مع هؤلاء الشباب. لماذا؟ لأنهم بعثوا برسائل واضحة. نعم. من منذ أول كلمات أطلقوها أنهم وطنيون وأنهم سوف يسيرون بالنهج الذي، نعم، كنا نريده كعراقيين. نعم. لهؤلاء الشباب أن يسيروا عليه. فنعم، نحن معهم ونحن نؤازرهم ونشد من أزرهم
ومستعدون لمساعدتهم في أي شيء يريدونه. نحن على تواصل مع بعض الأخوة لمعرفة أمورهم وماذا يحتاجون، ولكن هم حركة مستقلة بنفسها خرجت. أنا أعتقد الناس تقول عفوية، أنا أقول ليست عفوية، ليس بمعنى أنه مخطط وكما، ولكن هم شباب خططوا لشيء ونفذوه. نعم، ما يرفع من شعارات وما يطرح من مطالب حملها المتظاهرون الثائرون في هذه الثورة، إلى أي مدى يتوافق مع بنود الميثاق الوطني العراقي؟ أنا أقول لا يتوافق وإنما يتطابق. نعم، يعني حقيقة هي يعني ربانية، لأني لا أظن أنهم أمسكوا ميثاقنا وصاروا يقرؤون منه، لا أعتقد ذلك، ولا أدعي هذا الشرف لنا ولميثاقنا. ولكن اقرأ الميثاق وراقب شعاراتهم، راقب ماذا يفعلون، راقب ماذا يقولون، تجد تطابقا ربما يصل إلى 100%. يعني وهذه ليست قضية سحرية، نعم، هو الخط الوطني هكذا يريد، وهم انتموا إلى الخط الوطني دون الإعلان عن مواثيق وإلى آخره، لكن كل يوم هم كأنهم يقرؤون فقرة من فقرات هذا الميثاق وغيره، نعم، من المواثيق التي المخلصة للعراق. بعض المراقبين يتهم القوى الوطنية أو بعض القوى الوطنية بالتشرذم، بتغليب المصلحة الخاصة، بحب الزعامة. يعني هذه من ضمن الاتهامات أو المآخذ التي تؤخذ على بعض القوى الوطنية في الساحة. يعني أنت كيف ترى المشهد؟ حقيقة هو الإنسان قد يعني يجنح إلى رغبات شخصية وميول وكذا، لكن هو هذا الامتحان. نعم، يكون هناك ميثاق لا يقول تتوزع السلطة، مكي النزال وزير الدفاع ومحمد نصيف وزير الثقافة. يعني هو ميثاق يقول تعالوا اجتمعوا أيها العراقيون ونحن نخدمكم. نعم، حينما لا تأتي أنت إلى هذا الميثاق بمعنى أنك تريد زعامة ولم تجد ضالتك فيه. الموقعون على الميثاق وكثر غيرهم، نعم، كما قلت ممن لم تسمح لهم الظروف، لا يفكرون بموضوع، نعم، من يحكم والسلطة وما إلى ذلك. ونتمنى فقط ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقيض حاكما أو حكاما حسب النظام الذي سيكون وإن شاء الله سيكون، نعم، عادلا ناجحا. نريد عدالة وفكر قلب وفكر يمضيان معا في هذا القائد ليقود العراق إلى بر الأمان، هذا ما نريده. نعم، من سيحكم؟ وهذه أصلا يعني أنا أستغرب الحقيقة. نعم، هذه الأقوال الذين أعرفهم معي في الميثاق وكثر غيرهم لا يفكرون بهذا الموضوع لأنه لا يقود إلى خير، لا إلى تسلط منهم ولا إلى خير العراق. نعم، المهم كما اتفقنا على الميثاق أن يتفق العراقيون على شخص يقودهم إلى بر الأمان. يعني الكل مجمع على أن ثمرة هذه الثورة، ثمرة هذا الحراك، ثمرة كل ما يتبناه القوى الوطنية في النهاية سيصب في مصلحة الجميع وفي اختيار هذا المطبع وهذا. نعم، يعني نحن إذا تركنا الميثاق جانبا هذا متفق عليه، نعم، مكتوب وموقع. إذا نأتي إلى الثوار، نعم، يعني الدليل على قولنا أنهم لم يقولوا نحن، نعم، لا، ما زالوا يعني يتفاوضون
اللي يطرحوا اسما لقيادة المرحلة نعم. الانتقالية، وهذا لم يعد خافيا وإلا لما كنا قلنا. نعم. وهناك مقترحات من يعني جهات أن نفعلوا كذا، وهم يقولون لا نخشى من كذا، وهناك يعني بلورة. نعم. وربما يكون هناك شبه مؤتمر عام لبلورة هذا الموضوع وترشيح قائد يكون خارج العملية السياسية ولم يشترك فيها. والآن تجد فلان يقول انتخبوني وفلان يقول أنا تكلمت عنكم. نعم. بالمناسبة نحن تكلمنا وغيرنا تكلم كثيرا. نعم. ولكن أنا تكلمت ل 16 عاما. طيب أعطوه 1000 درهم كما يعطي الشعراء. يعني أنا أتكلم يجب أن أكون رئيسا. في هذه الحالة سيكون لدينا 100,000 رئيس، لأن المتكلمين ليسوا أقل من 100,000. هناك أسماء تطرح بين فترة وفترة خلال صفحات الثورة، وبعضهم طرحت أسماءهم للشارع قبل الحراك، قبل الثورة، قبل ثورة تشرين. من وراء هذا يعني بعض الشخصيات عسكرية وبعض الشخصيات مدنية، من وراء طرح هذه الأسماء؟ يعني هم الذين نقول عنهم وراء مشاكل العراق. نعم. هم وراء هذه الأسماء. يعني مع احترامي للأشخاص، ولكن التوجهات كلها خاطئة وكلها منافية لرغبات الثوار الذين اليوم نستطيع أن نقول هناك ممثل للشعب العراقي وما هؤلاء الثوار. وكل هذه الأسماء طبعا هناك قوى دولية وقوى إقليمية وقوى محلية تطرح هذه الأسماء، وكل هذه القوى لا تشتغل لمصلحة العراق أبدا. فكل هذه الأسماء مرفوضة أساسا، يعني تولد ميتة. لا شك الملف العراقي هناك تدخل دولي، هناك تدخل إقليمي، تدخل عربي إلى حد ما. القوى العراقية، القوى الوطنية العراقية التي طرحت هذا الميثاق، يعني هل هناك اتصالات بينه وبين المحيط العربي، المحيط الدولي؟ كيف علاقة القوى التي طرحت هذا الميثاق مع هذه التشكيلات؟ اتصالات الميثاق مستمرة، نحن موزعون على خارطة العالم. نعم. في الداخل لنا اتصالات، وهذا أهم شيء، يعني من قبل الثورة وبعد الثورة. في الإقليم لدينا اتصالات، كلما يحصل مؤتمر أو تجمع نبعث لهم برسالة، نطلعهم على الوضع وأن هناك ثورة في العراق، ونطلب الدعم حتى مع بعض الجهات التي قد نختلف معها قليلا. نعم. لكن هذا العراق. الجهات الدولية تقصد؟ نعم، الدولية والإقليمية أيضا. نعم. يعني بصراحة عدا إيران وإسرائيل. نعم. نحن نتحرك. إسرائيل بين قوسين، نحن نقول كيان صهيوني، لا نقول. نعم. إسرائيل. يعني هذان البلدان لا نتصل بهما. نعم. والباقي الأفق مفتوح لأعضاء اللجنة الميثاق للاتصال، وهناك من يتصل بنا يستفسر. نعم. عن الميثاق وكذا. نعم. هناك الكثير يعني من هذه الحركة والحراك، إضافة لبيانات وتصريحات صحفية أيضا نرسل نسخ منها. نعم. للإعلام ولمن نستطيع أن نبلغه من انعكاس هذا الاتصال مع القوى الدولية مع القوى الإقليمية، إيجابي سلبي، كيف هو؟ يعني بالمجمل هو إيجابي. نعم. كما قلت لك هو حسن حظنا. نعم. يعني الإنسان الوطني قبل مدة كان مرفوضا. نعم. يعني نصارع لكي نصل. اليوم هذا صوت الجمهور العالي. نعم. جعل العالم ينتبه إلى أن هذا الصوت هو الحقيقي. كنا نقول لهم. نعم. وكنت بصراحة أحيانا بسخرية أقول لهم سيأتي يوم تقبلون أيادينا لتتكلموا معنا. نعم. وبمزح طبعا فيضحكون.
الآن هذا الجو جعلنا نتكلم من موقع قوة، أننا نحن نقول ما يقوله الشارع العراقي، ما يقوله الشعب العراقي. يعني لا أقول هم يقولون أن العراقيين 40 مليون، لا أقول أن الثورة والميثاق والقوى الوطنية تمثل 40 مليون، ولكن بكل تأكيد صرنا نمثل أو نتحدث عن، حتى أكون دقيقا، 75% من الشعب العراقي حتى في شمال العراق. أستاذ مكي، الأحزاب الفاسدة الآن في السلطة تتهم الثائرين بأنهم مدعومون من القوى خارجية أو يعني المحيط الإقليمي. طبعا هو مضحك الأمر، هم لم يأتوا إلى العراق واستلموا السلطة إلا بالدعم الخارجي، بل بتنصيب من الخارج. الآن يتهمون الثائرين بما قاموا به من أو بمن أتى بهم إلى السلطة. إلى يعني إلى أي مدى أنه المحيط العربي في أقل تقدير أنه دعم أو ساند أو مد يد العون للثورة؟ يعني الثورة ليست مسلحة، نعم، فنحن لا نريد ستينجر ولا كورنيت، نعم، التي أصلا لم يعطوها لثورات أخرى. لا نريد طائرات ولا دبابات ولا حتى إطلاقات كلاشينكوف. ماذا نريد؟ دعم. يعني أنا الآن أقسم بالله العظيم في يوم ما، نعم، أحدى الأخوات قالت أريد أن أرسل للمتظاهرين، نعم، شيئا ودموعها تسيل. قلت والله لا أظنهم محتاجين لشيء، أعطيها الأيتام. فاتصلت بأحد الأخوة وذهب مشكورا إلى عمارة المطعم التركي المسمى جبل أحد، وسألهم ماذا تحتاجون؟ قالوا دع النقود في جيبك حتى لما نحتاج، نعم، نتصل بك وتجيب لنا. أما الآن يعني الأطباء مثلا يعملون خيمة وأمامها مثل ما يسمى البسطية، نعم، كل من يمر ماذا تحتاجون؟ يقولون كفوف، يذهب يأتيهم بصندوق أو صندوقين من الكفوف، نعم، يضعوه على البسطية، والآخر يأتيهم بسرنجات والآخر كذا. أقسم بالله أنهم رفضوا، وهذا الرجل صديقهم لم يقل أن هذا من مكة النزال أو من فلان، نعم، قال لهم أنا عندي كم دينار أعطيكم إياه. فلماذا الدعم؟ لا نحتاج لا في الميثاق ولا في الثورة. الحركات النظيفة لا تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى دعم أبنائها. يعني نحن مثلا الآن نريد أن نعمل مؤتمر على طريقة أخوان الفلانيين، كل من قهوته من كيسه يعني، نعم، لا بأس، نعم، نذهب كل واحد يتحمل. لكن الدعم السياسي لا تحتاج الثورة إلى دعم سياسي. نعم، دعم السياسي، نعم، دعم السياسي مستحيل. وإذا ظهر فهو شبه كاذب. يعني لماذا؟ أنت لا يمكن أن تدعمني سياسيا وتدعم الحكومة اقتصادية، نعم، وعسكرية. يعني الأمريكان الآن يصرحون ونحن نتفائل، يعني نحن نريد أن نغير هذا الوضع. والأمريكان من باب أولى هم المفروض عليهم، يعني هم الذين جاءوا بهؤلاء، نعم، ولكن لا نعول على أحد، لا نعول على كلام. تذكر أن وزير الخارجية الفلاني والسفير الفلاني وتحركوا في العراق واتصلوا بالعشائر، ماذا حصل؟ لا شيء، نعم. لكن هؤلاء ويسمحوا لي أنا أبوهم، الذين سموهم زعاطيط، ماذا فعلوا؟ هذا الدعم. حين تأتي أمهاتنا وأخواتنا، نعم، بحلل الدولمة وطاوات المخلمة، نعم، والآخر الفلافل وهكذا صارت الساحة. حين يأتي أهل الموصل، نعم، ويضعون ما يسمونه موكبا، ترى القدور، ويأتي تدري أن الفقراء صاروا يأتون ليأكلوا، نعم، في ساحة، أقسم بالله يأكلون في الساحة ويخرجون.
جميل، نكمل بعد الفاصل أستاذ مكي معذرة. فاصل قصير ثم نعود للحديث عن الميثاق الوطني العراقي، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الخاص المكرس للحديث في الميثاق الوطني العراقي الذي طرحته مجموعة من القوى الوطنية العراقية للخروج بالعراق من أزماته. ضيفنا لهذه الحلقة الناشط السياسي العراقي الأستاذ مكي نزال، عضو اللجنة التأسيسية للميثاق. أعود إليك أستاذ مكي، نتحدث كنا نتحدث عن الدعم للثوار لثورة التشرين، أنت قلت كلها إمكانيات ذاتية في الغالب، وقلت أنه مؤكد أنها تحتاج إلى دعم سياسي. معروف أن المنظومة السياسية بيد القوى الدولية الكبرى. الثورة تتعرض إلى هجمة وحشية، قتل وخطف وتشويه من قبل الأحزاب الفاسدة الحاكمة الآن بالسلطة. الموقف الدولي متذبذب حتى هذه اللحظة، لم يرقى إلى مستوى أن يقف بجانب شعب ثائر يطالب بحقوقه ويذبح من قبل حكومة مجرمة فاسدة. كيف تنظر إلى مستقبل هذه الثورة؟ يعني لما أتكلم بالعاطفة أبكي على شباب بالمئات قتلوا، نرجو الله أن يتقبلهم في الشهداء، و ما يقارب 20,000 جريح، نعم. بعضهم معاق. ولكن حين أتكلم في السياسة أقول أن هؤلاء الشهداء وهؤلاء الجرحى فتحوا طريقا معبدا، كما هذا الطريق الذي نسميه الأوتوستراد أو المرور السريع لحرية العراق. يعني الدعم الدولي، التعاطف الدولي الكذا انتزعناه انتزاعا. بماذا؟ ليس بحنكتنا السياسية فقط أو ولكن بدمائهم، يعني بحركتهم بثباتهم. لما تراه ثابتا تتكلم مع العالم بثبات. يتشكل بعض من الموقف الدولي، أنا أراه لحد الآن ممتازا، لأنك في شهرين انتزعت تصريحات لا يمكن أن يقولها هؤلاء. ولكن هم أيضا محرجون أمام شعوبهم، أمام أكاذيبهم عن الديمقراطية وعن وهنا أنا خرجت عن السياسة إلى العاطفة. حول أقوالهم يجب أن أقول وليس أكاذيب. في الديمقراطية والسياسة وما إلى ذلك. هؤلاء الشباب جعلوا الإعلام الغربي يغطي ثورتهم، جعلوا المسؤول الغربي يصرح مع ثورتهم، وهو كما نعلم هو من نصب الحكومة والنظام، والسفراء يجتمعون بدل أن كانوا يجتمعوا لدعم الحكومة ضد الإرهاب وما إلى ذلك، صاروا يجتمعون ليقولوا أوقفوا هذا النزيف. هذه المواقف تشكل درع واقي بين المتظاهرين والقمعيين بعمومهم. أنا لا أسميه، كلهم واحد. اليوم هؤلاء الشباب انتزعوا موقفا دوليا عظيما لا يمكن للسياسة أن تنتزعه في 50 سنة، وأنا أقر بذلك. نعم نحن، وأقول نحن في الميثاق وأخوة آخرون كثيرون يعملون للعراق، نحن من خاطبنا وحصلنا على موقف هنا وهناك، ولكن الأساس هو سلمية هؤلاء المتظاهرين وثباتهم. هو الذي حصل على هذا. تصور أن CNN تنقل من ساحة التحرير وتتعاطف، وCNN معروف لمن تتبع، لا يمكن، أنا لم أصدق حقيقة، قالوا لي CNN في الساعة، إلى أن رأيت التقرير لم أكن أصدق.
ألا يمكن أن تكون هناك مشاريع يعني مبيتة للقوى التي المتنفذة بالسي أن أن ومن يتبع السي أن أن ومن يعني يخطط لمشاريع الإعلام الغربي، أن هناك أهداف وأطماع أو هناك مسار مخطط لحرف حرف الثورة؟ نعم، هم علموا أنهم لن يحرفوا الثورة. نعم. كثوار أصليين نسميهم، هناك الكثير الآن يسمي نفسه ثائرا. نعم. وهذا يعتمر قبعة وذاك إمامة وهذا عقال وإلى آخره، وجماعتنا الأربطة أيضا. نعم. لكن حقيقة الأمر هؤلاء يشتغلون. نعم. وشبابنا صامدون، يعني هذا لن يتمكن من تطبيق خطته التي كان يريدها. نعم. فالآن بدأ يضع خطط بديلة، يعني في كل الأحوال مهما لا سمح الله خسرت هذه الثورة أو قمعت أو كذا، سينال الشعب العراقي نسبة كبيرة جدا من حقوقه، هذا واحد. ثانيا، نحن نعدهم بأن هذه الثورة مستمرة، صار بها تضحيات وشهداء ودماء ولن تتوقف. ونصيحتي التي أوصلتها وأوصلها الآن أن يبقى جبل أحد كما هو، وتبقى العمارة الأخرى جبل نعم. الأحرار كما هو، وجبل الناصرية كما هو، ويحافظ عليه. نعم. لكي يحاسب أي فاسد، يخرج الناس فورا ويبدأ إنذارا بثورة جديدة، وإلا فمؤامرات السياسيين لن تنتهي. نعم. جميل. حضرتك تحدث عن الموقف الدولي الجديد، ولا شك أنك تشير إلى موضوع بريطانيا وألمانيا وفرنسا، سفارات هذه الدول وإضافة إلى كندا، أنه كان لهم موقف التنديد بالجرائم التي حصلت بقتل المتظاهرين، وطالبت الحكومة الحالية بالتحقيق وإيقاف هذا النزيف. يعني لا شك أنه بقيت هذه الميليشيات الآن تمارس إجرامها. رغم هذا، الموقف الدولي الآن يعني موقف قوي في التنديد، لأن هناك دولتان في هذا التنديد هما أعضاء في مجلس الأمن، بريطانيا وفرنسا. رغم هذا الموقف الدولي المندد بالجرائم التي حصلت تجاه وانتهاكات تجاه المظاهرين، لكن بقيت الميليشيات حتى الآن تمارس هذا الفعل الإجرامي، لماذا؟ يعني هناك عدة طرق لممارسة القمع. نعم. القمعيون لو فتح لهم الباب صدقني لقتلوا مليون عراقي في يوم. نعم. لديهم الأدوات ولا نملك الأدوات، لكن هناك هذه المواقف، هذه عثرات. نعم. في طريق مشروع آخر يريد أن يبتلع هذه الثورة. يعني أنا أذكرك بمجزرة الحويجة مثلا. نعم. لأنها لم تكن مسنودة من أحد، دخلوا عليهم وذبحوهم كلهم وخرجوا. الفلوجة. نعم. 5000 قتيل في القصف بالبراميل. الموصل 50,000 أو قل 100,000 ولا تخف. نعم. لماذا؟ لأن هؤلاء كلهم كانوا على موقف واحد. اليوم لما تباينت المواقف اختلف الوضع. يعني نحن نحزن على أظفر طفل عراقي أو متظاهر. نعم. أو ثائر، ولكن هذا العدد من الشهداء كان يمكن أن يكون مضروبا في 10 أو في 100. لماذا؟ لأن الطرف الآخر لا يرعوي ولا يهمه أن يقتله. يعني انكشفت سوءتهم. نعم. كانوا يقولون حماية الفلانيين والأئمة والشيعة والسنة وما إلى آخره، الآن صاروا يذبحون من كانوا يدعون حمايتهم، وانكشفت سوءتهم ولم يعد يهمهم أن من يمنعهم. فنحن نحاول أن نقوي هذه التصريحات الدولية. نعم.
وهذه ليست تصريحات، لا تنسى أن هناك عصا غليظة وراء هذه التصريحات. نعم. هناك تهديدات، هناك تسريبات، دخل الفوج الفلاني، نحن نظنها شائعات محلية. لا. نعم. هذه تسريبات أنه نحن نستطيع أن ندخل بقواتنا الخاصة ونفعل ما نفعل. نعم. كانعكاس لهذه المواقف الدولية تجاه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بحق الثائرين، مجلس الأمن الآن في موقف جديد بالأمس دعا الحكومة الحالية إلى التحقيق في الجرائم التي ارتكبت بحق الثائرين. كيف توكل مهمة التحقيق في الجرائم لجهة هي مشاركة في هذه الجرائم؟ هذا جربناه في الحصار وفي كارثة العراق. في البداية قالوا نحجر على أموال فلان. طيب هو ليس له أموال لتحجر عليه، كل أمواله باسم الدولة. نعم. فضحكنا. ثم قالوا عقوبات كذا وكذا، ثم بدأت سلسلة العقوبات العسكرية. نعم. والاقتصادية والسياسية إلى آخره. نحن اليوم نرى تسارعا أسرع من ذلك. نعم. في تغيير هذا الوجه للنظام، ربما لا يريدون تغيير النظام. نعم. كما تفضلت وهم داعمون، ولكن سيغيرون وجهه وأنا أضمن ذلك 100%. هم الآن يعطونهم الفرصة، رشحوا فلان ورشحوا فلتان، ولكن بالحقيقة بالنهاية لا يصح إلا الصحيح، وسيضطرون لإعطائنا كما قلت الكثير الكثير من كرامتنا وحياتنا، وسيعود العراق بنسبة كبيرة إلى كيانه. نظام السياسي الآن اللي في العراق هو من تأسيس الاحتلال الأمريكي، يعني مشروع أمريكي جاءت بهذه الأحزاب، وهي تعرف ماذا ستقوم بهذه الأحزاب، ما الذي ستفعله بالعراق لهذا الفكر الطائفي، الفكر الفاسد، الممارسات الإجرامية. هل يمكن أن للإدارة الأمريكية أن تقتلع هذا النظام؟ وكلنا يعرف أن المنظومة الدولية السياسية، يعني هناك نفوذ كبير للولايات المتحدة، لم يكن النفوذ كله للولايات المتحدة في المنظومة الدولية السياسية، وطالما هناك اعتراف سياسي من قبل هذه المنظومة السياسية تجاه النظام اللي موجود في بغداد هو باقي الآن. حتى هذه اللحظة لم يسقط عنه الاعتراف والغطاء السياسي من قبل هذه المنظومة. إلى أي مدى ممكن أن تضحي أمريكا بهذا النظام أو هذا المشروع؟ يعني أنا أحب أن أذكر التاريخ. أمريكا ضحت بفلذة كبدها شاه إيران. نعم. وبمدللها ماركوس. وبزلمتها كما يقولون الجماعة. نعم. ذيلها نوريغا. فلماذا لا تضحي بهؤلاء؟ هؤلاء لا قيمة لهم عند أمريكا. أدوات. نعم. فشلت هذه الأدوات في تنفيذ، يعني قبل هذه الثورة كانوا لا يكترثون، يقول لك خلاص العراقيون بين مؤيد ومعارض ويثرثرون على الفيسبوك ودعهم والمشروع ماشي، لكن الآن سيتوقف المشروع. يعني أنا أحيلك إلى الانتخابات. نعم. من سيذهب الآن؟ يعني قبل هذه الثورة ذهب 18%، الآن ماذا 1.5% سيذهبون للانتخابات؟ العملية السياسية التي قلنا العملية السياسية التي ستدمرنا وفاشلة، صاروا يرددون كلامنا كالببغاوات، حتى أعضاء العملية السياسية ومؤسسيها في أمريكا وغيرها صاروا يرددون نفس كلماتنا. فاليوم أنا متفائل جدا يعني التغيير، لكن ما نسبة هذا التغيير؟ هذا ما نعمل عليه. يعني إذا بنينا قناعاتنا في كيف نستقرأ المستقبل والموقف بخصوص الموقف الأمريكي، إذا بنينا قناعاتنا على تجربة إيران، شاه إيران كيف يقتلع، والآخرين كانوا أدوات للإدارة الأمريكية، يعني ربما تتولد لدينا قناعة أخرى أنه
القادم أسوأ من الحالي إن بقيت الأمور بيد الإدارة الأمريكية والتغيير والمشاريع القوى الدولية. يعني كيف تنظر إلى المشهد؟ أنا بكل صراحة أقول أن الفيصل هم الثوار، نعم، ولا أراهم سيستسلمون كما استسلمت ثورة إيران. ثورة إيران ربما هي أصلا أداة أمريكية، نعم، من يسمونهم اليوم ويقذفون ثوارنا بها جواكر، نعم، بدليل أنهم هربوا إلى أين؟ إلى أوروبا. يعني رجوي ومع احترامي للأشخاص ولكن نعم. كمعارضة الآن في أوروبا وجاءوهم بخميني من أوروبا وكانت لعبة، نعم. يعني لا نعرف أبعادها كلها، نعم. الآن نحن عندنا بتفاؤل أقول الوضع يختلف، الثوار سوف يبقون كما قلت لك في ساحاتهم وعلى أهبة الاستعداد لإسقاط، يعني ستخلق أو خلقت في الحقيقة ثقافة جديدة أنه من لا ينفعك تظاهر ضده. يعني أنا اقترحت على بعض الأشخاص، قلت إذا صار لكم صوت في يوم ما وقرار اجعلوا قرب كل وزارة ساحة اعتصام، وأجبروا الوزير على أن يشرف عليها كل يوم، يذهب هناك ويتأكد أن مرافقها تعمل، يعني الاستيريو الصوت، الماء، البراد إلى آخره. نعم. لماذا؟ لأنه هذا هو سلاح الشعوب. لحد الآن أقول وبكل تفاؤل أن هؤلاء الثوار لن يقبلوا ببديل، بدليل الآن تطرح بدائل. نعم. رفضوها جملة وتفصيلا وقالوا هذا ليس من عندنا ولا نقبل به، وكل من لا يقبلون به يسقط. بقي أن يأتوا بحل وسط وأن يبقى الثوار ثابتين على موقفهم، وأراهم سيحصلون على ما هو الحل الوسط؟ يعني الأمريكان أو غيره، ما لا أدري من الآن بالضبط يعمل، لأن كل مدة يتسلم الملف، ولكن أعتقد أنه في العراق بيد الأمريكان، نعم، سيبدأون بالتنازل. يعني سيقول لك رئيس الوزراء ليس من حزب الدعوة، أتقبل؟ تقول أعطني اسما، يعطيك اسما تقول لا هذا عمل كذا وكذا، يعطيك اسما نعم أقل سوءا. التنازل صار من الجهة الأخرى، نعم، وليس من جهة ثوارنا، وبهذا نتفاعل أن الوضع يسير إلى الأفضل. يعني الآن نرى العالم لأول مرة يستمع للعراقيين منذ ربما عام 80، نعم، لأنه حتى في الحرب العراقية الإيرانية كانوا يظلموننا، ثم في الحصار ثم في الاحتلال ما لم يكن أحد يسمع، نعم، الآن صاروا يستمعون لصوت العراقي حيث هو، لا يذهب ويستجديهم. هو يعني بالعراقي متلفلف ببطانيته بردان، والله يذكرونني بالثوار الصحراء ليبيا، و يعني حفظهم الله. نعم، يعني تغيير المواقف السياسية لدى القوى العظمى، تحدثنا عن هذا الموضوع، لكن بدي أن أسلط الضوء على الموقف الجديد للإعلام الغربي. احنا تابعنا الإعلام الهولندي، الإعلام السويدي، الإعلام الفرنسي، الإعلام البريطاني، انه حقيقة كما قلت أنه كان يسجل يوميات الثورة، بإضافة فضلا عن ذلك أنه الإعلام السويدي، الإعلام الهولندي، إلى حد ما الإعلام الإسكندنافي، أنه انتقد الدور السيء لممثلة الأمين العام جينين بلاسخرت في الأيام الأولى للثورة. هذا التغيير بالإعلام أو الموقف الجديد للإعلام الغربي الذي يعني عهدناه دائما والضد من قضايا أمتنا، هذا التغيير هل جاء نتيجة ضغوطات شعبية لدى بلدانهم أم هناك ما يريب في الأمر؟ يعني هذه المرأة فعلنا بها، نعم، ما لم نفعل بغيرها من
الوجوه نعم. التي في العراق حقيقة. لماذا؟ لأنها عملت ضد واجبها، وكان للناس أمل. أنتم الأمم المتحدة وأنت ممثلة الأمين العام، فهاجمناها بشدة، جعلتها تترنح نعم. وتتراجع وتغير تصريحاتها ونهاجمها مرة أخرى وهكذا. فجاءنا السند من أين؟ لأنها هولندية نعم. جاءنا السند من هناك أنها مرة من المرات فعلت كذا وكذا، وأيضا هجمت نعم. هناك. أنا طبعا برأيي أن الأمم المتحدة لا تأتينا إلا بأسوأ الموجود. أنا استغلت معهم، والذي اكتشف أنه خان رفع نعم. بالضبط كنظامنا في بغداد. فهذه المرأة وغيرها اضطروا إلى تغيير. زائدا نحن لا نعدم الأدوات أن نتجاوزها، ونتكلم إلى كبير الأمم المتحدة وإلى كبير الولايات المتحدة. لا نعدم الأدوات، لديهم حسابات على تويتر، يعني إذا عجزنا عن أن نبعث برسالة فنخاطبه على حسابه في تويتر ونقول ما نريد، وبعضهم يرد. بعض السفراء صار يتعلم اللغة العربية ونصحح له وما إلى ذلك. يعني الجو اختلف. سالف مكي، ما حدث مؤخرا في الساحة؟ قتل هذا المسلح الذي وجه النار إلى مجموعة من المتظاهرين وقتل مجموعة منهم وجرح منهم، السلطات الأمنية قتلت هذا المسلح وسلمته للمتظاهرين، أو هناك بعض المتظاهرين بعض الثائرين يقولون هؤلاء مندسون متعاونون مع الأجهزة الأمنية الذين قاموا بالتمثيل بالجثة وتعليقها في الشارع؟ بماذا تفسر هذا الحدث؟ يعني هذا الفيلم أنا شاهدت نسخته الأولى في 2003 نعم. يعني الفلوجة لم يكن فيها شرطة ولا أمريكا نعم. وورطوا 4 من بلاك ووتر أن يدخلوا نعم. وكان هناك أناس ينتظرونهم يعرفون، قالوا سيأتي موساد من هنا نعم. قتلوهم وعلقوهم في الجسر وقالوا انظروا إلى الفلوجة المجرمة. والله نفس الفيلم، ولكن الشخوص اختلفت والأماكن وإلى يعني أنت قوة أمنية كبيرة نعم. قتلت أحدهم تأخذه إلى الطب العدلي معروفة نعم. أما يهمس له يقول له سنقتله ونعطيك إياه نعم. وهذا الآخر يعني نحن نعرف شبابنا، إذا لم أكن أنا فقادتهم يعرفونهم نعم. البارح يبكون على هذا الطفل، يقول لماذا مثل به؟ صح قتل من عندنا، ولكن نعم. نحن لسنا قتلة، والدمع لا يغش. يعني أنا رأيتهم على التلفاز يبكون بدموع أنه نعم. لماذا علقتموه؟ لماذا تشوهون صورتنا؟ أنا أجزم أن القضية نفس قضية بلاك ووتر في الفلوجة التي أعلن بعدها بوش الصغير نعم. المعركة الأولى على الفلوجة. طيب أستاذ مكي، عود إلى موضوع موقف القوى الدولية المتنفذة التي دانت ما يحصل من انتهاكات تجاه الجمهور. هذا ربما عملية القتل أمر طبيعي، يعني تبادل النيران مع القوى الأمنية، القوة الأمنية هي التي قتلته، وهذا أمر طبيعي أن هناك مواجهة بالنار. ممكن القوة الأمنية تقول أنه واجهنا نار وردينا بالنار، لكن عملية التمثيل بالجثة وعملية تسليم الجثة إلى بعض المتظاهرين، أو ربما قد يكون من المتظاهرين يعني محترقين غضبا بسبب ما قام به من عمل، أو ربما هناك جهات مندسة أخذت برقع المتظاهرين. هذا العمل قامت به جهة أمنية تابعة للحكومة. طيب القوة الدولية هذه لماذا لم تطالب أيضا الحكومة الموجودة حاليا بالتحقيق أو إدانة أو محاسبة من قاموا بهذا العمل؟ يعني شوف، هي بالنهاية واضحة نعم. بقي أن إذا أرادوا أن يغيروا موقفهم نعم. يتحججون بهذا. أما أنت قتلت مني 500 وجرحت 20,000
وقتلت هذا فوقهم. يعني هذا أيضا طفل يقال 14 سنة وأمه تتهم الشرطة بمقتله. بقي يعني هذه التفاصيل هي إذا لم نستخدمها للتضخيم الإعلامي فهي ليست بشيء. يعني لم يذهب قائد المظاهرات ويحكم عليه بالإعدام وينفذ به ويشتغل. لا، هو القوات الأمنية قتلته وسلمته من الجهولين، والساحة سلمت خمسة أشخاص للقوى الأمنية. أنا قلت أغلقوا هذا الملف ولا تردوا عليه. يعني كنصيحة على التويتر، أنا أغرد في تويتر ولست آمرا على أحد، لا تعلقوا على هذا الموضوع. يعني نحن لا نبقى نبكي على قتلانا، انظروا ماذا أنتم فاعلون وانتهى الموضوع. شكرا لك الناشط السياسي العراقي وعضو اللجنة السياسية الميثاق الوطني العراقي الأستاذ مكي النزام. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لثوارنا الذين بيضوا وجوهنا، ونسأل الله تعالى أن يكون لقاؤنا القادم في بغداد. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في لقاء خاص آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم.